بقول لك يا سوسو، انا الحاله مقشفره معايا اليومين دول ومشخرمه على الاخر، ولو عصرتيني يعني مش هتلاقي معايا جنيه. يعني كنت قصدك في سلفة كده، يعني 50 باكو وهفتح بيها شركة أمن. ما تتخضيش كده يا سوسو، مالك؟ هفتح بيها شركة أمن وبعدين هردهم لك. 50 ألف؟ إيه أنت عايز تجيب لي جلطة في قلبي؟ 50 ألف جنيه دول إزاي يعني؟ أنا مش فاهمة. وبعدين أنت ما لقيتش أي حد في مصر غير اللي بتتصرف مني؟ حرام عليك يا أخي. إيه طب هتعمل ايه يعني لو اديتهم لك؟ يعني بنوك وفوايد وكده يعني ولا ايه؟ ثواب عند ربنا يا سوسو، مالك؟ وبعدين كده تبقى عملت معايا التمام والاصلي وجميل، هفضل شايلهولك في رقبتي طول عمري. لا 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 لا، جميل ايه واصل ايه وفصل ايه؟ انسى المواضيع دي خالص. انا بصراحه زي السكس بهلف بتاع السخان، عارفه اللي هو ياخد وما يديش، يعني تروح بقى تدور على حد غيري يا حبيبي. ايه جو السباكه اللي احنا فيه ده؟ في ايه؟ انت فجاه حسستيني ان احنا في حمام مش في محل موبيليا. اذا كان عاجبك يا حبيبي، هو حد مجنون كمان يسلف حد 50 ألف جنيه اليومين دول؟ لا، وبالاخص انا كمان سعاد اديك 50 ألف جنيه؟ نهار اسود، ده انا اموت فيها. بقول لك يا سوسو، هتدفعي الفلوس اللي انا عايزها ورجليك فوق رقبتك، يا اما قسما عظما هوريك اللي عمرك ما تتخيليه. ايه انت بتهددني ولا ايه؟ لا ما بهددكيش يا سوسو، بس هوريك التهديد اللي على اصله لما اطلع من هنا على نبيل واقريه وهراشه لما بعتي المر وزرفتيه ال10 بواكي عشان يحرق له المكتبه. تحب اروح ولا ما اروحش؟ لا 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 لا، استنى، انت مالك زعلان كده ليه ومتعصب كده ليه؟ معاش ولا كان اللي يزعلك يا اخي؟ 50 ألف جنيه انت بتتكلم عنهم يا عوني بيه؟ يا نهار الصحوم نايل. بس انت مين اللي قالك؟ انا عوني القص يا سوسو، مفيش حاجه بتخفى عليا، ولو حبيت اعرف العفريت مخبي ابنه فين هعرف. ما تقعديش بقى تلففيني وتدوريني بعيد عن الفلوس. انهي، هات الفلوس. حاضر. بسرعه. حاضر يا اخويا، بسرعه. ممكن 30؟ هنهزر؟ لا لا، 50 50. انت قلت 50، انا بس سمعت ايه يا اخويا؟ معلش، انت قلت 50، اتفضل. هاتي، ملعون ابو بخلك ده، انتوا نسوان تخافوا ما تختشوش. الله يا نبيل، لو تعرف انا بضحي قد ايه علشانك هتعرف انت قد ايه غالي عندي. انت كمان يا سعاد غاليه جدا عندي، والله ربنا هو اللي عالم. ده كفايه وقفتك معايا. بجد يا نبيل؟ ده بجد ولا مجرد كلام؟ طبعا بجد، انا عمري ما قلت اي كلام الا لما اكون صادق فيه. عمري ما بعرف اجامل. يعني ده من قلبك؟ طبعا من قلبي، عشان كده رشه جوه قلبي على طول في ثانيه الا ربع. سبحان الله، فعلا الطيبون للطيبات يا نبيل. نعم. قصدي اقول لك انك تنسى كل اللي فات وتعيش بقى الدنيا. عيش اللحظه يا اخي، الدنيا جميله وحلوه طول ما انت معايا. قصدي يعني طول ما احنا حاسين بسعاده كده ومع بعض، وننسى كل الظروف الوحشه بقى واللحظات الكئيبه دي. فعلا معاكي ببقى مطمن جدا، انا فعلا معاكي بحس بالسعاده. ما عشان كده يا اخويا سموني سعاد. لا لا لا، سعاد ايه؟ كان لازم يسموكي سعاده. ما تكسفنيش. المفاجأة الهايلة دي يا سعاد. أعمل إيه بقى؟ أصلك وحشتني. أنت كمان وحشتيني أوي أوي. طب إحنا هنفضل نوحش بعض كده قدام الباب ده يا حد يشوفنا؟ لا لا أنا متأسف، أصل المفاجأة لخبطتني خالص. اتفضلي اتفضلي. بس من فضلك يا نبيل ما تقفلش الباب عشان كلام من الناس. لا لا لا، أوي أوي. هو في حد جوه؟ لا مفيش حد خالص. كلام الناس؟ أخبارك إيه يا نبيل؟ أنا بخير طول ما أنت بخير. انا ما اقدرش على الكلام الجميل ده. ده مش كلام، صدقيني يا سعاد هي دي الحقيقه. انت مش قادره تتخيلي قد ايه انا بيوحشني صوتك وسؤالك عليا، لدرجه ان انا طول الوقت حاسس انك انت معايا، متخيلك قدامي. لا لا بجد، للدرجه دي يا نبيل؟ ده اكتر من الدرجه دي كمان.
انت عارف عشان كده عملت لك مفاجأة، بس امسك اعصابك، مفاجأة مخصوصة عشانك، عشان كل ما تشوفها تفتكرني. بجد؟ فين؟ ثانية واحدة. هتندهش. ايه رأيك؟ ايه ده؟ ودي كلفتك كتير اكيد. ايه، انا ما يهمنيش الفلوس خالص يا نبيل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اهم اهتماماتي دلوقتي انك لما تبص عليا في الصورة دي على طول تفتكرني، مش عايزة اغيب عن عينك لحظة. غريبة. هو ايه اللي غريب؟ لا اصل اللي اعرفه عنك من زمان، يعني انت والمرحوم ابراهيم الله يرحمه، انكم حريصين شويتين. انا؟ لا يمكن، ده انا ايدي مخرومة حتى. ده ابراهيم الله يحرقه هو اللي علمني البخل وحطني في ام. لكن انا ابدا ابدا والله. انت عارفني نديل طول عمري مطيعة وبسمع كلام جوزي، يقول لي يمين اقول له حاضر، يقول لي شمال اقول له حاضر. والله بجد؟ والله بجد. بس تعرفي بقى يا سعاد، الاصل احلى من الصوره. كل الناس بتقول لي كده. انا متاكد. بس انا ايه ده يا نبيل؟ لا ايه؟ بلاش تحور. ايه ليه بس؟ لا يا نبيل. في ايه؟ في الحلال يا نبيل. ايوه في الحلال يا نبيل. في الحلال يا سعاد. لا يا نبيل في الحلال يا نبيل. لا يا نبيل في الحلال. في الحلال يا سعاد. ما هو كله في الحلال يا سعاد. هو انا عملت حاجه؟ احمد خليك على السطر حبيبي. ها حلو ده. يلا يلا وريني وريني. الله ايه الخط الحلو ده يا ولد. ايه يا يوسف؟ يلا كملوا كملوا. يلا ازيك يا ام؟ اهلا يا حبيبي، اتفضل. ايه يا ماما ده؟ ايه؟ تبتدي درس خصوصي ولا ايه؟ لا لا لا، دروس ايه؟ خصوصي ايه؟ انت عارف رأيي في الموضوع ده؟ دول ولاد الجيران. قلت كده يا ابني بدل ما انا قاعدة زهقانة لوحدي اساعدهم يعني. قلت برضو ايه الموضوع؟ مش معقول يعني ماما تعمل حاجة زي كده. يلا يلا حبيبي. يلا برافو. يلا حمادة. يلا. تعالى كده. القلم. خلوا بالكم انتوا بتعدوا الشارع. ها بقى يا يوسف. يلا. ايه ده؟ ايه ده جزمتك؟ مش ايه ده، حد يسيب جزمته كده؟ بقول لك يا فندم. ايه حبيبي؟ ما بعتلك الفلوس بتاعت الدرس. طيب يلا خلي بالك وانت بتعدي الشارع. ايه اللي حصل ده يا ماما؟ انت مش قلتلك بتساعديهم وان ده مش درس خصوصي؟ ايوه بس ما هو ايه يا ماما؟ طب ممكن تديني فرصه اشرح لك؟ تشرحي لي ايه؟ الموضوع مش محتاج شرح. انا مش فاهم انت ليه بتكدبي عليا؟ مش مكفيكي اللي انا فيه؟ عايزاني اتصدم فيك انت كمان؟ تتصدم فيا انا؟ ايوه انت. امال فين المبادئ اللي ربيتيني عليها؟ واللي طول عمرك متمسكه بيها؟ ايه؟ اتنست خلاص؟ غصب عني يا ابني. كان لازم الاقي حل اصرف بيه على نفسي. اكيد ما كنتش هصرف من مال اليتيم. ترضاها لي انت. بس انت علمتينا ان المبادئ ما بتتجزأش. وان اللي يتنازل مره يتنازل تاني وتالت ورابع. تصدق معاك حق. انا غلطت. اعذرني معلش. بعدين ما انا بساعد حضرتك كل فتره باللي بقدر عليه. ابني عارفه والله، بس الدنيا نار. انت مش حاسس بالغلا. وبعدين سعاد مش عاتقه طول الوقت عايزه عايزه عايزه. وكفايه يا حبيبي مشروعك اللي واقف. ما تزعليش مني يا ماما اني كلمتك بالشكل ده. مهما حصل ما يصحش اكلمك كده. معلش سامحيني.
مودي وحش قوي اصل اليومين دول. احنا مالناش غير بعض، ما تقولش كده. كل واحد فينا محتاج ساعات وقت اللزوم حد يفوقه. انت كل حاجه ليا يا احمد، ضهري وسندي، ربنا يخليك لي يا رب يا رب حبيبتي يا ماما.